صار يرتكز عليهم الاستعمار. الاستعمار هو كان على فكرة مبسوط ليش؟ لأنه هو بعارف أنه موجود وخادعك أنه هو مش موجود. لعلمكم يعني زعامات بدون أسماء الآن في بلاد عربية أولا كانت كل سنة تروح توقف أمام الكونغرس ويحاسبهم من عندكم شو عملتوا هون شو عملتوا هون شو عملتوا هون شو عملتوا هون شو عملتوا هون. وفي قرارات ما بيستطيعوا يتخذوها كان إلا حتى يرجعوا مش لرئيس دولة خارجية لسفيرها بس السفير يكون له سلطة على رئيسكم. وحتى تشوفوهم انتوا شفتوا الآن يعني عم بيكشف لكم ما يسمى بالربيع العربي بيكشف لكم كثير. مثلا خذوا السيسي كمثال شفتوا هذا مثلا أعطيكم أكثر من مثال على موضوع السيسي. والسيسي هذا بجوز أشرف من الباقيين كمان بس المسألة حسب إيش حسب ما بيبين يعني حسب ما بيبين. السيسي شو عمل فيه ترامب قاعد ترامب وموظفي البيت الأبيض واقفين ومين من ضمن الموظفين السيسي من ضمن الموظفين السيسي واقف عمرها ما صارت. ايش هذا؟ ايوه لانه اصلا ترامب على فكرة الولايات المتحدة في كثير بيعارضوه الان في جزء من الاعلام ضده وقاعدين بيشتغلوا فيه وفي قضايا بيفتعلوا له اياها هم مدركين خطورة هذا الرجل اذا بيبقى في مصالح معينة ضمن صراعات في داخل الولايات المتحدة. هو على فكرة بده يثبت لهم انه انا زي ما بتعرفوني لذلك لاحظ قاعد هو وموقف مين السيسي وكمان اللي جايين معاه من ضمن موظفين البيت الأبيض. طب هم طول عمرهم موظفين ومبارك ما هو يعني شو كان في الاول كان يستطيع يتصرف بدون ما ياخذ بس الان بكل وضوح هو مش بقصد احنا ولا بقصد انه يضرب صورة السيسي في نفوسنا نحن هو امام الشعب الامريكي اني انا الرئيس شفته كيف ولا في رئيس مثلي هاي هيني جالس انا جالس وكل الموظفين من حولي ومين من الموظفين اللي واقف وبضحك السيسي تمام وعبادي يا ابوي اشي مخزي الى حد بعيد العباد تبع العراق وصالح من قبلهم وتفاصيل اشي عجيب هذول الناس تمام. طيب هذه الصورة اللي شفتوها الان هذه مش جديدة هم هيك بس ما كانش المسألة تظهر. لكن هذا ترامب ما بتعملش يعني كثير بالسياسة ما انتو شفتوه يعني له نهفات هاي من نهفاته مشان امام الشعب الامريكي على فكرة هو بده يفرض نفسه الان امام الشعب الامريكي نفسه لانه هو اصلا موقعه مقلقل في الشعب الامريكي مش عنا بهموش انت ولا بهمه يعني انه صورة السيسي شو راح تكون وبالتالي هذول الناس خطيرين كثير وكما قلت انت بتجدهم اعداء الله سبحانه وتعالى ليش وكل ما طالبتهم الشعوب انها حكموا شريعة الله بيعتبروا هذا كفر انك تطالبهم بهالكلام بقتلوك وبسجنوا والى اخره وببيع وهي السيسي ببيع البلد ولا ببيعش على فكرة اذا بضل موجود يعني الشعب المصري الان اللي قرب يصير على فكرة قرب يصير 100 مليون الشعب المصري ممكن يصيروا تسمعوا بملايين تموت من الجوع هذا اذا ما فيش الان بيموتوا بعشرات الالف واحنا مش دارين اصلا وانتوا واللي براقب بوجد انه الاوضاع شو مالها بتسوء 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 بتسوء, بتسوء.